خليني أسأل حضرتك عن الموقف القانوني الحالي لفضيلة الشيخ محمد عبد الله نصر. انتقلنا من تيران وصنافير، من قضية أرض إلى قضية رأي. الشيخ محمد عبد الله نصر سواء اتفقنا أو اختلفنا معاه، هو كان يعبر عن رأيه ويجتهد ويتدبر في أمر من أمور الدين، وأيا كان ما قرر به الشيخ محمد عبد الله نصر فلا يجوز ولا يحق أن يقوم محتسب أيا كان هو من هو المحتسب برفع جنحة ازدراء أديان قبله لطلب حبسه وتوقيع مواد المادة 98 فقرة واو المطعون بعدم دستوريتها في أمام كافة المحاكم، ويطلب توقيع أقصى عقوبة لتلك المادة. فهذا الرأي الذي أدلى به محمد عبد الله نصر سواء اتفقنا أو اختلفنا معاه، إحنا أنا كأحد أعضاء هيئة دفاعه ندافع عن حقه في التعبير عن رأيه وحقه في التدبر في القرآن. أفلا يتدبرون أفلا يفكرون، هذا ما أمرنا به القرآن. فلذلك هبت هيئة الدفاع وانضممت لهيئة الدفاع تحقيقا لإثبات حرية الرأي والتعبير، وتحقيقا لحق محمد عبد الله نصر في إثبات وجهة نظره حتى لو كانت خاطئة. فهناك من المؤسسات من الممكن أن يردوا عليه، ولكن ليس بحبسه وليس باللجوء الى محكمة الجنح. طيب خلينا نسأل حضرتك، بنسبة كام في المية الشيخ محمد عبد الله نصر هيقضي الخمس سنين عقوبة؟ لان القاضي حكم عليه بخمس سنين، هيقضي بقى منهم قد ايه؟ القاضي حكم عليه بخمس سنوات في الاستئناف بعد ما اترفعنا اتحجزت الدعوة للحكم. الاسبوع الماضي صدر حكم محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة بتعديل العقوبة الى الاكتفاء بحبس لمدة سنتين. تمام، يعني محمد عبد الله نصر هيقضي سنتين. ما زال هناك نقض، بمجرد اطلاعنا على حيثيات الحكم بنعد الان نقض، وهيبقى في النقض شق عاجل عشان نطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لحين الفصل بالطعن بالنقض.